عشان ما انساش، وهي شير سكرين، وهي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شيرنا الشاشة للتذكير. احنا المرة الماضية شرحنا مثال الـ 2 dimensional array، قلنا الـ 2 dimensional array هي نفس الـ 1 dimensional array، بس بدل ما هو اندكس واحد، يعني عندي اندكس لكل خلية، هون بصير عندي لكل خلية كم اندكس؟ اثنين، واحد للسطر واحد للعمود. قلنا اذا بدنا نتخيل الـ 2 dimensional array مثلا في الرام، يكون في عندي اندسيز للاسطر، اندسيز لمين؟ للأعمدة. فمثلا هاي الـ 40 عشان اوصل لها لازم ازود الكمبيوتر باحداثيتين، اللي هو نمبر 1 بده يكون السطر، نمبر 2 ايش بده يكون؟ العمود. يعني هذا اقول له هاي احداثياتها 1 3. شو معنى 1 3؟ يعني موجود على السطر 1 بالعمود رقم كم؟ 3. عشان اسمها هيك 2 دايمنشنال اري، 2 دايمنشنز في عندي بعدين. المره الماضيه شرحنا في مثالنا اللي هو انه ننشئ 2 دايمنشنال اري ابعادها 4 ب 3، وبتكون هيك محتواها فاضي امتي كاركتر، وعملنا مثل اسمها في الاري انه اقدر اعبيها. بعدين همشتها على اساس كل ما نعمل رن بديش اياها اقعد اعبيها بايدي، بدي مثلا انه تكون قيمها لحظه حجزها مش فاضيه، انه تكون قيمها بهذا الشكل. عملناها اري اوف كاركترز عشان اذكركم في الاوامر اللي اخذتوها في مبادئ البرمجه او قبل هاي مبادئ البرمجه. قلنا دائما التو دايمنشنال اري سواء بدك تقراها بدك تطبعها لما بدك تتعامل ككل معها بدك كم لوب؟ لوبين، لوب خارجي للاسطر ولوب داخلي لمين؟ للاعمده. ARR dot length بتجيب عدد الاسطر، عدد الاعمده عشان اجيبه بقول له ARR of i الحاليه dot length. شو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي بتجيب عدد الاسطر، هاي بتجيب عدد اعمده السطر الحالي. واحد بيقول لي ليش السطر الحالي؟ لانه قلنا الجافا غير عن لغات البرمجه. الجافا ممكن يكون اري مثلا السطر الاول فيها هاي 1 هاي 2 هاي 3 مثلا هاي 4 فيها 4 اسطر. واحد بيقول لي طيب، بقول له ممكن يكون السطر الاول بس فيه عمودين، السطر الثاني يكون فيه 5، السطر اللي بعده يكون فيه مثلا بس واحدة، هاي نحط لها اطار، السطر اللي بعده يكون فيه مثلا 4. هاي اسمها ريجد اري. ريجد اري بتكون عباره عن اري عدد الاعمده فيها مش متساوي للخلايا. في اري اسمها منتظمه، وفي اري اسمها ريجد بنسميها. تمام، دائما الاري الوضع الطبيعي لها يكون منتظم. هلا في الجافا تدعم الريجد اري، انه بدي اجيب عدد الاعمده كل سطر بيختلف عن الثاني، فبقول له ARR of 0 dot length بتجيب لي 2، ARR of 1 dot length شو بتجيب لي؟ 5. تمام، هذا الريجد راح تشوفوه ان شاء الله في مواد البرمجه لقدام. بالوضع الطبيعي دائما الاري كل سطر في دائما الوضع الطبيعي اللي هو النورمال، اللي بنسميه النورمال اري، انه دائما كل سطر من اسطر الاري في نفس العدد من الاعمده. يعني السطر الاول فيه 5، السطر الثاني فيه 5، الثالث فيه 5، الرابع فيه 5، هاي بنسميها نورمال اري. هلا ارجع قبل ما ارجع اكمل على الاريز، تعال نرجع بس نذكركم بهاي، لاحظت انه في ناس سال كثير عنها هاي. انا هاي المفروض احطوها في مبادئ البرمجه، ولو ما اخذت في كلاس في الجافا، في كلاس في الجافا ايش اسمه؟ كاركتر. كاركتر يعني اي كبسه على الكيبورد هي كاركتر. الكاركتر هذا فيه اوامر جاهزه تسهل عليك عمليه معالجه الاحرف. في عندك ميثود جاهزه اسمها از ديجيت. شو هي الاز ديجيت؟ هي ميثود بترجع يا ترو يا فولس اذا كان الكاركتر الحالي، اذا كان الرمز الحالي اللي انا بتعامل معاه هو ضمن الديجيتس. من هم الديجيتس؟ اللي هم 0 او 1 او 2 لحد 9. في شيء اسمه از لتر. از لتر اللي هو الحرف الابجدي. مثلا عشان يعني تشوفوا معي، تشوفوا معي ضمنيا، يعني واحد بيقول لي انت لازم تحفظ كل شيء، بقول له لا، انت دائما يعني كطالب اكتب مثلا از وطلع اكتب كنترول سبيس. هلا مثلا از ديجيت انا مش فاهم شويه، مثلا بس توقف عندها هون بعطيك شرح لها. طبعا انا عشان عامل زوم على شاشتي يعني بتكون مش واضحه. لو تقرا عليه مثلا يعني هون كبدايه مثلا هون determines if the specified character is a digit، يعني هاي وظيفته. طب واحد بيقول لي طب اسمع از مثلا ال كتبت له از لتر، بتطلع هون هاي شو وظيفته؟ هذا determines if the specified character is a letter، letter يعني حرف ابجدي، برجع لك يا ترو يا فولس وهكذا. طب مثلا لو قلت لك از مثلا upper case، ضمنيا شو معناها يا شباب upper case؟ كابيتال اللي هي يكون حرف مكتوب ايش؟ كابيتال لتر. طبعا انه عفوا هون خلينا احط نقطه حلوه. هلا اذا بدي اعرف مين الاحرف الكابيتال ما بصير احكي بس از ابر كيس. ليش؟ لانه مثلا في عندك كبسات في الكيبورد، اذا كبست شيفت بتصير كابيتال، اذا ما كبست شيفت
بتضلها سمول على سبيل المثال. طب في ك ك ك يعني كرموز مثلا رقم واحد طبعا النم لوك تبعون الكيباد بنسميه على الجنب اكبس شيفت والرقم بضله رقم يعني شيفت واحد على النمباد بضله واحد. فلو اجل واحد قلت له از ابر كيس از ابر كيس لا تفهمها كبني ادم، بني ادم بقول لك الابر كيس هم الاحرف، لا الكمبيوتر بيحكي لك استجت يعني عشان اطلع الاحرف الابجديه لازم احط شرطين، من الشرط الاول يكون الاحرف الابجديه الكابيتال لتر بدي شرطين، انه اول شيء يكون حرف ابجدي و از ابر كيس مش از ابر كيس لحالها، لانه مثلا رموز مع شيفت بيطلع الرمز نفسه هو يعتبر ابر كيس. فهمت علي كيف؟ الواحد مثلا او اثنين او اي رقم لحاله على الكيباد اللي على الجنب مش اللي فوق اكبس شيفته معه بيطلع نفس الرقم، هذا يعتبر ابر كيس ولكن هو ليس حرف ابجدي كابيتال لتر، هو كاركتر مكبوس مع شيفت هيك معنى ابر كيس. طب اللور كيس مثلا واحد بيقول لي طب از بدل ابر حكيت له از لور كيس، هاي اجت هون از لور كيس. از لور كيس شو معناته؟ انه ايش يكون مكتوب سمول لترز. هدول المفروض انت تعرفهم، المفروض انت ايش تسوي تعرفهم. على كل راح اعود اشملهم في امثلتنا. شو البوليان المكتوب على اليمين؟ ايش هي بوليان على اليمين؟ يعني هذا دائما دائما عرف في الجافا، اذا بدك ميثود جاهز او امر جاهز يرجع لك صح او خطا، نحكيش احنا صح او خطا يس نو، بالجافا القيمه صح او خطا بنمثلها بشيء اسمه بوليان منطقي، يعني بوليان يا بترجع يا ترو يا ايش يا فولس. يعني هلا مثلا اجيت قلت له از لوور كيس لحرف الاي سمول شو راح ترجع لي ترو، طب از لوور كيس لحرف الاي كابيتال راح ترجع لي فولس. يعني هاي ميثود لحالها بتعطيه كاركتر انت وشيك عليه هل هو ابر كيس ولا لوور كيس. هلا بالنسبه لهاي الميثود از لوور كيس راح ترجع ترو اذا كان الحرف سمول، اذا كان الحرف كابيتال شو راح ترجع اوتوماتيكلي لحالها فولس. فولس. طب اذا كان حطيت له لوور كيس لحالها يعني اي حرف سمول صح؟ اذا كان ايش لا لازم اختار كيف بدي احط له اي حرف اي حرف يعني لوور يعني اي حرف مثلا سمول. مثلا هاي عشان تشوفوا معي هون ارجوكم اياها هاي كنترول زد لهاي كنترول زد لهاي خليها ترجع الكتابات عشان ما غيرش الكود القديم تبعنا. تعالوا شوفوا قول لنا ناقص شيء ناقص هون اي شيء زد طلع بنا معي هون بحطها في البداية عشان تشوفوا معي. مثلا لو جيت قلت للجهاز سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا قلت له هون كاركتر كلاس الكاركتر استدعي لي اياه هاي عشان اقربها للجهاز كاركتر الا اكتبها عشان كاركتر دكتور نعم دكتور ناقص سي كاركتر مش كاركتر كاركتر جلة من ناسه كاركتر دوت هلا هون مفيش جلة من ناسه. هلا مثلا طلعوا معي مثلا اذا قلت له طلع كيف مثلا نبلش مثلا في الارقام از ديجيت واحد بيقول لي كيف از ديجيت يعني لو اجيت قلت له مثلا هيك قلت له هلا واحد بيقول لي انت قلت له رقم واحد بقول له لا انا ما قلت له رقم واحد انا قلت له الكاركتر واحد لانه محطوط بين ايش بين تو ابيسترفيس. طيب عشان تفهم معي هاي مش دبل كوتيشن، دبل كوتيشن تنتين متجاورات ده همش هدول عشان يعني ما ينفذش ولا واحد منهم بس تضل على هاي هي همش يعني بس هاي الجمله لاحظ بس اعمل اف 6 هل واحد ككاركتر هو رقم لاحظ ما بس اف 6 هاي هون او خلينا نوقف هون كليك هاي اف 6 شو قال لي ترو. بينما مثلا لو اجيت قلت له طب حرف الاي حرف الاي مثلا هل از ديجيت حرف الاي از ديجيت لما اجي اعمل رن هيك شو بقول لي فولس فولس اللي ليس ديجيت. طب لو قلت له مثلا عشان تفهم معي از مثلا از ابر كيس از ابر كيس لهذا الكاركتر هل هذا الكاركتر يعتبر ابر فلاحظ فولس ده شو قال لي فولس. طب اشوف الذكي منكم لو اجيت قلت له واحد از ابر كيس طلع شو راح يجاوب ناس هاي الستة شو قال لي قال لي فولس. طبعا واحد يقول لي ليش اعتبرها فولس قال له لانه هو اخذ الواحد اللي بيكون موجود فوق الاحرف الابجديه مش اللي على النملوك لو بده ياخذ على النملوك مش راح يعطيك انه فولس راح يعطيك انه ايش انه ترو لانه الواحد شفت واحد على النمباد راح تعطيك انه هاي يعني راح تعطيك اللي هي يعني شفت واحد على النمباد او بدون شفت راح يطلع الواحد واحد هذا يعتبر ابر كيس وسمول كيس بنفس الوقت. فانت دائما اذا تشيك على الاحرف الابجديه دائما بدك تحكي صح ولا غلط بتقول طلع معي مثلا بقول الكاركتر الثاني مثلا بشيك على حرف الايه انه كابيتال او على اي قيمه بتجيني كابيتال مثلا نحكي مجازا ايه
لازم الذكي عشان نعرف انه كابيتال لتر لازم شيء شغلتين استجابه كيس وان او حتى هي بالاصح انا بحب احطها في البدايه كتسلسل منطقي. لما بدك تشيك الابر كيس واللور كيس هي فقط للاحرف الابجديه فبدي اقول له ما خلينا نكتب كاركتر دوت از. اول شيء لازم اشيك انه ايش يكون الشرط الاول انه يكون لتر هذا حرف الاي انه يكون مثلا لتر اند ايش يكون ابر كيس. طبعا راح اقول انت حاطط حرف الاي بقول له لا هون مش مقصود مثلا وكانت الاي بارامتر جايني من برا مثلا اسمه سي اتش ما بعرف لسه شو قيمته عشان اشيك عليه حرف ابجدي يجب ان يحقق شرطين انه يكون حرف ابجدي بالاساس ويكون كابيتال لتر مع بعض عشان احكي هذا حرف ابجدي كابيتال لتر. يعني مثلا واحد بيقول لي مش فاهم مثلا اجيت حكيت للجهاز هون تشار قلت له سي اتش اسمه مثلا مثلا نحكي اسمه مثلا بي قول لي واحد طيب لو اجيت هون قلت له بدل ما تشيك هيك قيمه ثابته شوف لي السي اتش اللي عبر هلا هون عشان يطبع ترو لازم يتحقق شرطين هل البي حرف ابجدي ترو هل البي بهذا الشكل ابر كيس فولس ترو ان فولس يلا هذا ترو ان فولس فولس مباشره. هلا هذول انا ذكرتهم يعني في بعض منكم راسلني على الفيسبوك بيقول لي طب هاي هذا المفروض انتم ماخذينه في مبادئ البرمجه هلا مش غلط يعني ما اخذتوهوش عادي ما فيش اشكاليه راح اشمله في امتحاننا الجاي ان شاء الله بس حبيت انوه عليه عشان بس انتم يعني تكون عندكم فكره عنه. طب واحد بيقول لي هاي في از ديجيت از لتر از ابر كيس از لور كيس طب في شيء اسمه از سيمبل من هم السيمبلز وكبسات الكيبورد يا اما ارقام يا اما احرف يا اما رموز ايش يعني لاحظوا هلا هون مثلا اجي اكتب هذا خليني اوقف هون يعني هاي اكتب هاي مثلا اجي اقول له هون مثلا از واحاول اكتب سيمبل هاي اس كنترول سبيس ما في سيمبل يبدا اعرف اذا الرمز هذا سيمبل ولا لا. سيمبل هو طلع شو قاعدته سيمبل هو اللي مش لتر ولا ازيح هاي ثواني ولا طلع هو هون بحكي له از لتر واز ديجيت يعني لا هو حرف ابجدي ولا هو رقم كيف بقول له لا هو الاسهل طريقه نوت لتر اند نوت ايش نوت ديجيت طبعا بقول لك كيف يعني طلع معي هل البي سيمبل هل البي ليس بحرف ابجدي لا فعليا البي حرف ابجدي تمام فهي راح تصير فولس يعني هي راح تعطي ترو نوت ترو شو بدها تصير فولس. طب هل البي شو اسمه ديجيت فولس نوت فولس شو بدها تصير ترو فولس وترو فولس يعني لحظة بس أعمل F6 فولس. طب مين هم السيمبولز؟ السيمبولز اللي طالما هي ليست حرف أبجدي وليست ديجيت يعني مثلا لو جيت قلت له question mark هل الquestion mark letter؟ لا لا not false شو بتصير؟ true true لسه ما بحكمش الجهاز إلا لما يكمل كل التعبير. هل الquestion mark ديجيت؟ لا not لا هاي يعني not false شو بتصير؟ true فtrue and true شو بطبع لي true. فلاحظ عشان أعرف السيمبل هو شرط السيمبل بكل بساطة فيش عندي مثل جهاز اسمها is symbol symbol هو ليس حرف ولا رقم وبنفس الوقت ليس رقم هذا هو السيمبل تمام هاي هذا للإشارة بالموضوع. طب يوم تكمل على two dimensional array بموضوع جدا مهم راح يلزمكم بالسوق اللي هو في عنا الاوريجينال اري خلينا نجي نحكي دائما عدد الاسطر في عدد الاعمده في كل سطر متساوي في حاله خاصه من الاري بنسميها سيمتريك. واحد بيقول شو معنى كلمه سيمتريك اللي هي متساويه في عدد الاسطر والاعمده يعني واحد بيقول كيف يعني طلع مثلا على مثال اليوم بدي اشرحه تعمل اري اسمها اي ار ار فيها كم من سطر يا شباب 5 من 0 ل 4 5 وفيها كم من عمود 5 يعني عدد الاسطر يساوي عدد الاعمده. دائما راح يجيك لقدام راح ينطلب منك انك تعمل قوائم احصائيه قوائم ايش احصائيه هاي بده يكون في عندك سيمتريك في شيء سيمتريك يعني في عدد اسطر في عدد ايش اعمده. خلينا افضل الله هذول واشيل عنهم عشان ما نتوهش نطلع السيمتريك اري هي عباره عن اري تساوى فيها عدد الاسطر مع الاعمده. طب الواحد شو السيمتريك تعال افهمك اياها تعمل مثال جديد وعرف فيه الاري هاي وتكون معباية وجاهزه بهاي القيم زي ما انتم شايفين السطر الاول من 1 ل 5 السطر الثاني من 10 ل 50 من 100 ل 500 واكررهم تعال نشوف معي يلا ومنها بنتذكر شو اسمه
التو دايمنشن الريل اللي مثلا ما حضرش المره الماضيه. هاي مشروع جديد ليش اكمل على القديم؟ هاي جافا ابلكيشن بحب يشتغل معي يا شباب يشتغل. قبل ما اخزن بروح على فولدرنا اللي هي مش سكشن 2 انتو سكشن 1 اي هاب اي سكشن 1 بحب الشغل يكون منظم عشان اقدر ارجع له. احنا اخر مره وصلنا لسن 3 هلا هذا بيكون هاي حددت الفولدر هاي بدي اسميه لسن 2 لسن خليه تابع من لسن 3 نفسه اللي هو اسمه 2 دايمنشنال او انا بحب التسميه باسم الفايل بحب اعمل ملاصق بحب على اساس اللي بيشتغلوا معي اقدر اقرا على السريع انه بفصلها باندرسكور دايمنشنال الري هاي هون بهذا الشكل. اثنين طبعا بصير يكون عندي 2 بروجكتس بنفس الاسم فهاي سوي سميتها 2 دايمنشنال الري 2. تعالوا شوفوا معي مثال حلو وهذا ان شاء الله بخليكم تتميزوا وتنزلوا على السوق لما تنسئلوا أسئلة عن هذا الموضوع وراح تلاحظ إنه في ناس إلها سنين بيشتغلوا ما بيعرفوا يجاوبوها لأنه ما تم توضيحها إلهم أو ما كانت عنده الخبرة. تعالوا شوف معي أول إشي عشان السرعة بدي أعرف قارئ عام هاي ستاتيك سكانر سكانر بهذا الشكل سكانر إيش العرف دائما نسميه إنبوت ويساوي نيو سكانر. أنا واحد بقول أسمي السكانر إكس بقول له بصير بس اللي بيشتغلوا معاك راح أقول لك هذا بعيد عنكم طنجرة لا تشغلوني معاه. ناس دائما بتحب تمشي على الستاندرد الكل بيعرف انه اسم القارئ في الجافا 2 الجيل القديم بسميه كونسول بناء على انه هاي البرامج اللي بنشتغلها بنسميها كونسول ابلكيشن والجيل الحديث بسميه ايش انبوت بناء على قيمه ايش انه مبدا انه انا بعمل عمليه ادخال من كيبورد. طيب والواحد طب حلو بدي اعرف تو دايمنشنال اري مثلا 5 ب 5 بقول له عادي مثلا تحمل ارقام من تجار فبقول له انت اي ار ار اذا وقفت لحد هون انا عرفت فاريبل أنا ما بدي فاريبل اللي يحمل قيمة واحدة ولا أقول له حلو هاي عملوا لنا أبديت للميتينج تبعنا ممتاز. بدي مثلا واحد يقول لي طب لو كتبت هون هيك هاي معناها one dimensional array هيك معناها إيش one dimensional array. إذا بدك two dimensional array شو بتسوي تحط two bracket. هلا إذا بدك إياها في البداية كلها صفار الأرقام تصفر برجع بحكي له عفوا هنا new int مثلا بدي أبعادها خمسة أسطر بخمس أعمدة. هلا هاي بنسميها سيمتريك هاي مثلا هيك هاي مش سيمتريك هاي 5 ب 4 عدد الاسطر لا يساوي عدد الاعمده فهي ليست سيمتريك تمام. طب واحد بيقول لي لو عملتها هيك هاي سيمتريك جاوبوني هاي سيمتريك لانه عدد الاسطر يساوي عدد الاعمده. طب انا اليوم بدي اخليها 5 ب 5 والواحد طب اذا خليتها زي هيك بتنحجز اول بتنحجز اللي هي تخيلها في الرام زي هاي زي هون على الاكسل شيت بس شو بكون كل القيم اللي جوا اللي هون كلهم اصفار. طب هلا اذا بعملهم كلهم اصفار عشان اشوف يعني اقدر اعمل معالج عليهم مثلا جمع طرح ضرب قسمه بدي اخلي اليوزر يعبي داتا. طب انا عشان اكسب الوقت بديش اليوزر يعبي داتا ولا بدي اخليها معبايه وجاهزه. طب واحد بيقول لي اذا عبيتها وجاهزه بقدر ارجع اعبيها بعدين؟ نعم تقدر ترجع تعبيها. فانا بدي اخلي هاي اهمشها يعني بس للتذكير بدي اجي احكي انا في عندي تو دايمنشنال اري كيف بعبيها على السريع؟ طلع معي بقول له بدون كلمه نيو بفتح تو براكتس هذول اللي هم من محتويات الاري كامله اللي هي خمس اسطر. الله اكبر الله اكبر لله هذا العصر. طلع معي السطر الاول بحطه بين تو براكتس هون بحكي مثلا ارقام حكينا عشان انا سهوله التعبايه حطيتهم ارقام واحد ليش ما حطيتهم بين ابستروفيز زي قبل؟ لانه بدك ارقام مش ايش كان نوعها؟ كان نوعها كاركتر فكنت احطهم بين ابستروفيز هاي نوعها انتجر فبحط ارقام مباشره. خلصت السطر الاول اللي هو خمس قيم السطر الاول اللي هو خمس اعمده بقدر اكمل على نفس السطر او لو نزلت لتحت يعني انا بقدر ارجع اخذ هاي كوبي واجي انزل هون تحت مش مهم احطها على 10 اسطر ما في اشكاليه او على سطر واحد ما في اشكاليه. السي او عفوا الجافا انت بتعرف انه انتهى السطر لما ايش تلاقي سيمي كولون مش لما تلاقي انتر فهذا تكون 10 20 30 40 سوري هاي 50 هون على اساس اطابقها مع المعلومات تبعت الميموري هاي كوبي وهي داجي هون هاي بيست هون بدها تكون قلنا 100 200 300 400 500 اللي بعد منها هاي بيست هون. خلينا انا بحب دائما دكتور بقطع بكون من عندك مش من عندي. هلا دائما وانتم بتشتغلوا على الزوم اذا طلع لكم من هون من تحت اشاره الواي فاي على هيك احمر معناته الارسال عندك ضعف فروح على منطقه ثانيه يكون فيها الارسال اقوى.
هاي على كل هو عشان كل اللي حكينا بكل بساطة إنه عرفت الريم عباية بالقيم هاي، بس عند آخر سطر شو بسوي؟ بشيلها اللي هو هدول اللي هم هيهم هيك عادي. إنه بنشئ عندي الري اسمها ARR فيها القيم بهذا الشكل. تعالوا شوفوا معي عشان أعلمكم شغلة حلوة. تعالوا شوفوا معي. هلا هاي الري تبعتي جاهزة. بدي أعمل ميثود تطبع الري. فقول له يلا تعال نطبع الري. فأجي بعمل هنا public static void لأنه هاي تطبع على الشاشة. مثلاً print array. هاي الميثود هلا تعدل عليها عدة تعديلات وأشوف الذكي. طبعاً الري عرفتها في المين عشان تشوف هالميثود بدي أرجع أبعتها للميثود أقول له راح تستقبل ARR. إذا وقفت هيك غلط. أقول ليش غلط؟ لأنه أنت معرف الـ ARR two dimensional. هنا شو صارت one dimension. بصيرش أبعت two dimensions لون. لازم إيش تكون كمان two dimensions زي عشان يقدر يستقبلها. طيب والواحد حلو يبدأ أطبع الأري بقول له بتعمل for loop أول واحد بقول له واحد. طيب بقول له هون مثلاً باجي بحكي له الأسطر اللي هي إحنا أنا بحب أسميها I عرف دائما المبرمجين ببلش بعداد اسمه I لحد ال I أقل من ال ARR dot length لحد ال I يكون أقل من عدد الأسطر ال I plus plus بقول له أوكي هاي بيجين له int عشان ما ننساش for int ال J تساوي من صفر من أول عمود. طب واحد بيقول لي بصير احكي له هون بما انها سيمتريك شو معنى سيمتريك يعني عدد الاسطر يساوي عدد العمليه قال له هون برضه ARR dot length قال له بصير ليش لانه عدد الاسطر ايش يساوي عدد الاعمده فبالتالي بصير بقول له واحد اكتب هيك بقول له ما تكتبش هيك ليش لانه ممكن مديرك بعد فتره يقول لك بطل السيمتريك هاي ضفنا مثلا كمان عمود جديد يعني صار 6 6 6 بس عدد الاسطر 5 صار هاي فعليا ابعاد زي كنا 5 ب6 هي ليست سيمتريك فبيفشل هذا الكود. ليش؟ لأنه هذا الكود بعد من 0 to 4 أنت لما يكون عندك 6 أعمدة بدك تعد من 0 to 5 فدائما خليك بروفيشنال خليها هون هاي حتى لو كانت سيمتريك على أساس إذا لا قدام تعدى كودك ما يخرب الكود. فهاي شو الفرق بين هاي وهاي قلنا هاي عدد الأسطر هاي عدد مين أعمدة السطر الحالي وهنا بقول له جي بلس بلس. طبعا انا بلاحظ دائما الطلاب شو بغلطوا في الاسئله هم حلوها انا بحط اي بلس بلس بقول لي ليش بضل يطلع عندي غلط بقول له انت عملت اللوب الداخلي ايش اسمه جي. طب بلف اول لفه قيمته صفر بس يخلص اللفه مش تزيد العداد انت قلت له زيد انو عداد الاي الاي فالجي راح تضلها صفر ويكون زاد الاي اللي فوق لما يرجع هون ضلت صفر صفر اقل من هاي نعم هذا بنسميه انفينيت لوب لوب لا نهائي لأنه الجي ظلت ثابتة مش عم بتزيد عشان تتجاوز شرط التوقف. شرط التوقف إنه تصير الجي أكبر من أو تساوي اللينث أو أكبر إنه بطلع. طب هون مش عم تنزاد الجي فظلت الجي ثابتة صفر وصفر دائما أقل من طول عدد الأعمدة في الأري فراح يضلوا يلف للأبد. فكون دائما واعي هاي نسميهم logical error. هذا مش خطأ في السنتكس هذا خطأ من المبرمج في قد مقصده إنه ما أصلي أنا أزيد عداد الجي بس كاتب زيد عداد الآي. دائماً التو دايمنشن الأري بدك كم من لوب لها لوبين كل واحد. طيب طب كيف بدي أطبعها بشكل مرتب وقال له بنعمل سيستم دوت أوت دوت برنت حكينا عشان نطبعها بشكل جدول بشيل الـ N بقول له اطبع الـ ARR أو في الـ I والإيش والـ J عشان ما يطلعوش متلاصقات هيك مرتبات حلوات قلنا بندمج لهم باك سلاش إيش تي. شو معنى باك سلاش تي تاب 8 خانات يعني لما يجي يطبع القيمة يعبي الأرقام واللي بيزيد من 8 اعتبره سبيسز. فبقول له واحد طيب بقول له بعد ما تطبع كل أعمدة السطر الحالي إيه تنبطع كل أعمدة السطر الحالي بس يخلص اللوب الداخلي كامل زي ما ورجناكم المرة الماضية بس أخلصهم كلهم بقول له انزل سطر جديد. فهنا بقول له system dot out dot print line فاضية يعني بس نزل المشر لتحت هاي برنت هاي برنتها برنت يعني اطبع وخلي المشر على نفس السطر ما تنزل سطر جديد ضلك اطبعهم جنب بعض بس تخلص الأعمدة كاملة للسطر الحالي بطلع بيجي على هاي بنزل سطر جديد. فبقول لي واحد ورجيني بقول عشان تشوف بعد ما عرفت الأري لازم استدعي هنا في المين ايش برنت الأري. بقول لي واحد طيب هاي اف 6 لاحظ لما طبعت الأري هاي الأري تبعتي هذه هي ايش الأري تبعتي. بقول لي واحد حلو تعال أورجيك شغلة راح تجيك وراح تصادفك بالحياة العملية وراح تنسئلوا عنها وتلاقي ناس إلهم مثلاً فترة منيحة بيبرمجوا بس ما بيعرفوا يطبعوها.
تعال على المقاعد في الوقت. السيمتريك أري بالذات في لها قطر. واحد يقول شو معنى قطر؟ هاي القطر بطلع لكم اياها عشان تفهموا. المين دياجونال يا دكتور؟ ايوه شهلا بنسميه دياجونال او المين دياجونال. مثلا خلينا نعطيه صبغه مثلا عشان تشوفوا بالنظر. هلا بالعاده بيجي قوائم احصائيه بتكون سيمتريك خاص نص باللي بيشتغلوا بشغلات الاحصاءات. وطبعا شغلنا ضمن هذا المجال المبرمجين. باجي بقول لك هذا الجدول اللي انت شايفه هو طبعا مش يحكي لك اسمها اري. اللي بيشتغل معك بجوز يكون محاسب، بجوز يكون محلل، بجوز يكون دارس لغه عربيه. بقول لك هذا الجدول بدي تجيب لي بدي تطبع لي العناصر بقطره او تجمعهم او توجد الماكسيمم منهم وات ايفر يعني شو بدك تسوي عليهم. هلا كيف بدي اطلع العناصر اللي بالدياجونال؟ مين الذكي اللي بيعرفها؟ طبعا للعلم بالشيء راح تلاقوا ناس بتالف لك علم. دكتور هسه بنزيد الاي واحد والجي واحد صح؟ حلو. هاي عمر اقترح اول اقتراح، بتبلش الاي والجي بصفر، خطوه اللي بعدها زيدها بواحد واحد زيد اي واحد صفر زيد عليه واحد اللي هو الاي يعني صارت واحد، والجي زيد عليها واحد شو صارت؟ واحد. فواحد واحد هاي حل. هاي الحل الاول الصحيح اللي اقترحه عمر وهو حل مثالي. في مثلا طلعوا معي اعلمكم قاعده حلوه هي المفتاح لحل كل الشغلات. طلع دائما طلع معي الخليه هاي واحد، هون قيمه واحد هاي موجوده في انو احداثيات؟ زيرو زيرو. طب هاي العشرين موجودة بنوع إحداثيات واحد واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاث أربعة أربعة. يعني تبعون الدياجونال هدول بنسميهم ها بحط جنبهم هدول إحنا باللوب إيش بنسميهم؟ أي هون أكتب أي وهدول شو بنسميهم؟ أي يساوي جي. أي واش الذكي اللي بيتعامل مع دياجونال أبف دياجونال بلو دياجونال بتطلع فيه رابط بين أي وجي. يعني طلع معي طلع بسيطة. هلا لو هاي برنت أري لو قلت لك بدي أطبع الدياجونال كل بساطة طلعوا معي عشان تتعامل مع الري سواء دياجون الأوها مثلا بطبع دياجون. بقول لما تيجي بالوضع الطبيعي بدون نفستات بطبع كل الري بطبع كل عناصرها. فبطبع دياجون بقول له F وبادي بحكي له هون إذا كانت قيمة الآي تساوي الجي اطبع الرقم. تمام. وهون طلع من ناحية جمالية إذا لا تساوي هلا بتشوفوا شو معنى هالجملة. System dot out dot print line backslash d باك سلاش بندبل كتشون راح بطلت أشوف أنا هاي دي. تمام. وبدون برنت لاين. هلا واحد يقول شو معنى هاي بس عشان هلا أورجيكم بس عمل رن شو معناها عشان تشوف مين هو الدياجونال. هلا قلت له يمشي عليهم خلية خلية إذا الآي تساوي الجي اطبع الاي ار ار وضمن تاب إذا لا تساويها اطبع فاضي اطبع تمن فراغات فاضي. أطلع هلا بس أعمل اس 6 ما طبع لي كل الأرية إنما إيش طبع لي؟ طبع لي عناصر الدياجونال. أيوه 1 20 300 40 5 اللي هي بالنهاية. طب والبقية اللي ما كانوش الآي تساوي الجيش وطبع محلهم شايفين كيف أنا أضللها ديش بتركني تابات. يعني لاحظ بس أضللهم كلهم هاي عبارة اللي ما كانوا يتساووا حط محلها تاب فاضي اللي ما كانوا يتساووا حط محلها تاب فاضي اللي تساووا عندهم شو جاب لياهم جاب لياهم. طب واحد بيقول طب لو بدي أجمعهم بقول له عادي إذا بدكش مثلا تطبعهم بدك تجمعهم مثلا هاي ميثود ما بترجعش انما بس بتطبع المجموع. عرف انت سم يساوي دائما في البدايه المجموع قديش تساوي صفر. امتى بجمع؟ اذا الاي تساوت مع جي فهي بعملها بيجن ان. خليني بالله هاي احط هنا سم او ها هاي سم يساوي او عفوا بلس يساوي لي اي ار ار اوف الاي جي. يعني مثلا بدي اجمع بس الدياجونال بدي اطبع الدياجونال بدي اطبع مجموعه يعني بطبع عناصر الدياجونال تحت منهم مجموعهم. امتى بطبع وبجمع؟ لما تكون الاي تساوي الجي بجمعهم. امتى اخر شيء بطبعهم بطبع المجموع؟ اخر شيء مثل هون بقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين السم يساوي وهون بقول له بلس ايش بلس السم. يعني تعال شوف معي ها هي الستة. لاحظ قال لي هي عناصر الدياجونال. طب قديش مجموعهم؟ 21 321 361 وزيد عليهم 5 300 ايش 66 مثلا. الفكره هلا انا مش قصه طباعه وجمع تقدر انت تصيغها زي ما بدك حسب المطلوب. ممكن يطلب منك اجمعهم عد لي اياهم وجد لي الزوجي منهم وجد لي الفردي منهم وجد لي مين منهم احرف وجد لي مين منهم مثلا ديجيتس على سبيل المثال لو كانت اريف كاركترز. أنا الفكرة اللي بدي إياك دائما ترتبها في مخك تربط الآي مع الجي عشان تحصل على اللي بدك إياه. طيب تعال عشان أشوف الذكي منكم.
لو قلت لك بدي العناصر الفوق الدياجونال، واحد يقول لي مين هم الفوق الدياجونال؟ وهي ضللتهم هاي وهاي 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 وهاي، تعطيهم لون مثلا برتقالي فاتح اللي هو الاي لا تساوي الجي. لا طب الاي لا تساوي الجي، طب تعال هاي الخليه فوق دياجونال ولا تحته؟ تحته. هل الاي 2 تساوي صفر؟ لا، فهي بتطلع لا. دكتور الاي 1 والجي 5 تثبت الارقام، لا تثبت الارقام. العلاقات يا اما بتساوي يا اكبر يا اصغر، طلعوا منيح لكل عنصر موجود فوق الدياجونال. شو العلاقه بين الاي والجي؟ جي اكبر من الاي، الجي اقل من الاي. الجي اذا كان الجي اقل من الاي، لا اذا كانت الجي أكبر, اكبر او يعني احكي اذا كانت الاي اقل من الجي، او بتحكي الجي اكبر من الاي. يعني طلع مثلا اي خليه مثلا هاي الخليه الجي 3 الاي قديش؟ 1. فبما انه الواحد اقل من 3 فهذا فوق الدياجونال. تعال هاي خليه منهم مثلا هاي، لاحظ الاي قيمتها 3 السطر 3 ولكن العمود ايش؟ 4. يعني عشان اطبع الابرف دياجونال نفس هاي نفس هاي، بقول له تكون اللي حكينا العلاقه انه تكون الجي اكبر من الاي. ايش تكون العلاقه؟ الجي اكبر من الاي. فلاحظه اي 6 شو طبعهم؟ اللي فوقه جمعهم. طب اذا بدي اشمل الدياجونال يعني طلع معي يعني بقول واحد اكبر او يساوي، صح؟ اكبر او يساوي، يعني اذا اشمل الاخضر مع البرتقالي يعني اشمل الدياجونال واللي فوقه، كل بساطه ايش بحط هون بدال اشاره اكبر لحالها؟ اكبر او ايش؟ او يساوي. فلاحظ لما اعمل اف 6 جاب لي الدياجونال واللي فوقه. طب يلا على السريع لو بدي اجيب اللي تحت الدياجونال غير الاشاره اللي تحت الدياجونال، شو العلاقه بين الاي والجي؟ لاحظ مثلا تعال على اي خليه من هذول، انه دائما الاي اللي هو السطر مثلا طلع على هاي الخليه 1 0 اللي هي يعني الاي اكبر من الجي. طب هاي 2 0، هاي 2 1، هاي 3 0، هاي 3 1، 3 2. دائما الرابط انه الاي ايش بالها تكون اكبر من الجي. يعني بكل بساطه عشان اسويها يطبع اللي تحت الدياجونال شو بقول له؟ طيب طلع معي هاي 6 عشان نشوف صح ولا لا. هاي طبعا اللي تحت الدياجونال وحط لي المجموع كذا كذا كذا. هاي الافكار بس ميزها بتسهل عليك. هلا لاحظتوا انتم في منكم ناس اقترح اقتراحات صحيحه يعني مش غلط بس عقدها، صار يقول لك بنزيد واحد واحد، او في ناس بصير يقول لك مثلا هون تحت الدياجونال بقول لك الاول بزيد الثاني بطرحه، الاول بزيد الثاني بطرحه، بتشرط معاه الامور بطل يطلع معاه صح لما تكبر الارقام. الذكي بوصل لقاعده علميه ثابته بالمصفوفات السيمتريك، هي علاقه دائما بين الاي والجي. طيب تعال هلا لو قلت لك لو بدي اطلع اللي فوقهم اللي تحتهم بدون الدياجونال قلت لك لا يساوي تزبط. لا اذا اطبع لا بديش اطبع الدياجونال، بكل بساطه بديش اطبع الدياجونال، شو بقول له الشرط؟ بقول له لا تساوي صح؟ شو هي؟ هي لا تساوي بتكون لا اي لا تساوي، لا تساوي الاي لا تساوي بصير اي لا تساوي يس اي لا تساوي الجي. هاي وين راحت الجي؟ هاي جي. هلا هيك شو معناها؟ لما الاي ما تساوي جي اطبع. ولاحظ هاي السته شو طبع؟ طبع للاريه بس بدون مين؟ من دياجونال، بدون الدياجونال. يس شفتوا هيك صرتوا انتم تكتشفوا العلاقات. على خير بكره بس تطلع على السوق راح تنطلب منك هاي على الاكيد. الذكي اللي بيكون ميز العلاقه بين الاي والجي، الذكي بيكون ميز العلاقه بين الاي والجي. طب تعال اشوف الذكي منكم بدي اشيل عن هذول ارجعهم او خليها نحط هذا بلاش وايد هاي نوفي. لو بدي الريفيرس دياجونال واحد يقول لي نعم الريفيرس دياجونال ما في لها قطر وفي ريفيرس، ريفيرس دياجونال هيدا لونه. مين الذكي منكم يعطيني القاعدة تبعته؟ جي يساوي الاي. إذا الجي تساوي الاي رجعت دياجونال عادي. يعني لاحظ هاي شو أحداثياتها؟ 4 هاي الخلية اللي أنا واقف عندها اللي هي محتواها 5 شو أحداثياتها؟ صفر 4. طب هاي شو أحداثياتها؟ 1-3. طب هاي شو أحداثياتها؟ 2-2. طب هاي شو أحداثياتها؟ 3-1. طب هاي شو أحداثياتها؟ 4-0. شو الرابط العجيب بيناتهم؟ مين الذكي البطولة؟ في ناس بعقدوها. يعني طلع هنا شو بقول لك؟ بقول لك مثلا ببلش الجيب 4 والاي بصفر، بعدين على الخطوه اللي بعدها بنزل الجيب 1 وبزيد الاي ب 1. يعني بلشت 4 0 بصير زيد نقص من 4 1 صارت 3، زيد على الاي 1 صارت زيد على الاي اللي كان صفر زيد عليها 1 صارت 1، هاي صارت 3 1. اللي بعدها بنقص ال 3 بتصير 2، بزيد الاي بتصير 2.
هذا حل بس معقد. طب الذكي عدل في اللوب دكتور اللينث ناقص واحد. عدل الشيء اللي بعدله بس الشرط اللي جوا الاف ستيتمنت فقط. اللينث دكتور اللينث ناقص واحد تبع الجي بالمية. هيو جاوبكم يا عمر. طلعوا معي طلع على اي خلية بالريفيرس دياجونال ايش احداثياتها؟ مثلا الاولى صفر واربعة قديش مجموعهم؟ صفر زائد اربعة اربعة. طب تعال علي بعدها واحد وثلاثة، واحد زائد ثلاثة اربعة. طب هاي اثنين واثنين، اثنين زائد اثنين اربعة. طب هاي ثلاثة وواحد، ثلاثة زائد واحد اربعة، كلهم مجموعهم قديش؟ اربعة. طب واحد بيشيل اربعة اللي هي طول الاريه ناقص واحد، طول الاريه ناقص واحد. يعني تعال اورجيك اياها ولا تعدل شيء على اللوب. اللي بقعد يفكر انه يعدل اللوب راح يعقدها على حاله، مره ازيد ومره انقص زي ما قبل شوي حكيت لكم. الذكي بحط اف ستيتمنت بقول الريفرس دياجونال انه الاي زائد الجي مجموعهم، مجموع قيمه الاي زائد الجي اذا بدي الريفرس دياجونال تساوي تساوي الاري دوت لينث ناقص واحد اللي هو اكبر اندكس في الاري للسيمتريك. انا اكبر اندكس فيهم اربعه سواء للاسطر او الاعمده، فهو الاكبر اندكس هو طول الاري ناقص واحد. فلاحظ لما احكي الاي زائد الجي، الاي زائد الجي يساوي طول الاري ناقص واحد اكبر من سته، اعطاني الريفرس دياجونال. شفتوا معي كيف؟ اعطاني الريفرس دياجونال. طيب طيب يلا يا ذكيين بدي اللي فوق الريفرس دياجونال. انت لحالك قول لي شو العلاقه؟ اكبر واصغر يا دكتور. شو الاكبر واصغر؟ يعني هلا انا بقول لك اعطيني المعادله اللي بتجيب لي هدول اللي ضللته، ما بدي اضلل هاي دكتور. نفس الاف احط جواها، نفس الاف احط جواها، احط جواها اذا كان الجي اقل من الاي او الاي اقل من الجي. لا ما بزبط، اعطيني علاقه. فيش لهم علاقه. لاحظ هاي صفر صفر، بعدين صفر واحد، صفر اثنين، صفر ثلاثه، بعدين. طب دكتور بنشيل اليساوي الثنتين وبنحط اصغر محلهم. بتشيل ايش؟ بنشيل اليساوي الثنتين وبنحط اصغر محلهم. 100% انه دائما مجموعهم اقل من اكبر اندكس. يعني طلع معي هون قبل ما اعمل رن، اي خليه من هذول اللي ضللتهم دائما مجموعهم اقل من اربعه. يعني هاي صفر صفر واحد وصفر، طلع على اي خليه من هذول دائما مجموع الاندسيز الاي والجي لما تجمعهم مع بعض اقل من اربعه. لاحظ انا لما ارجع هون على الجاب هاي كنت ضغطوها هاي السته، لاحظ شو جاب لي؟ الابوف دياجونال. بسطها بسطها بتطلع بمعادله رهيبه بتسرع عليك الشغل. طب بدي اللي تحت الدياجونال ضمنيا شو بتكون المعادله؟ مين يقول لي؟ أكبر. اللي تحت الدياجونال إيه بالشرط مجموعهم يكون اكبر من اربعه. يعني لاحظ اي خليه من هدول، اي وحده من هدول اللي تحت الدياجونال، طلع على مجموع الاي والجي. يعني مثلا هاي شو قيمتها؟ 3 و3، 3 زائد 3 6، هي اكبر من اربعه. طب مثلا بقول لي هاي، بقول له 2 و3 5، 5 اكبر من اربعه. طب هاي واحد وأربعة، واحد وأربعة يعني خمسة، فخمسة أكبر من أربعة. عشان أطبع اللي تحت الدياجونال بقول له بكل بساطة، بكل بساطة باجي بقول له هاي تكون الآي والجي مجموعهم شماله أكبر من اللينث. أكبر إندكس موجود في الأري اللي هو الاي ار ار دوت لينث ناقص واحد. هاي لاحظ إف ستة شو جبت تحت الدياجونال على أكيد يا شباب. بس أسألوا، لا أنا عندي سؤال هسا دكتور. الصم اللي تركته أنت هسا إحنا طم كنا عاملين تجمع المين دياجونال صح؟ لا هلا صارت تجمع وات ايفر انا شو حددت. هلا هاي جمعة اللي تحت الدياجونال، فانا عممتها بشكل عام ما سميتهاش صم شيء، سميتها صم زيرو. قلت له اذا تحقق الشرط هذا، الشرط المكتوب هون بغض النظر كان دياجونال ريفرس دياجونال ابوف بلو دياجونال ابوف بلو ريفرس دياجونال، بيطبع وايش بيسوي؟ بجمع وبجمع بالنهايه بس يمشي على كل عناصر الاري. قلت له اطبع المجموع يساوي المجموع اللي انت حسبته. انا تعمدت احط السمع على اساس واحد بيقول لي طب اذا بديش اطبعهم بدي اجمعهم او بدي اسوي اي عمليه حسابيه عليهم، بقول عادي سوي اللي بدك اياه عليهم. وصلت الفكره يا شباب؟ هذا راح ينطلب منكم، هذا راح ينطلب منكم على الاكيد. فالعلاقات، العلاقات دائما انت في هدول في التعامل معهم بدك تدور. هيك احط لكم اياها هون يعني، او هاي خليني احط لكم اياها هاي هون. اذا بدي الدياجونال، هاي دياجو دياجونال، اذا بدي دياجونال شو قاعده الدياجونال؟ الاي تساوي تساوي مين؟ الجي. خلينا ناخذ هاي نكتب لكم اياها هون عشان ما تنسوهاش، او هي نحط لكم تاب 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 هون. اذا بدي اباف فوق الدياجونال، اباف الدياجونال قلنا الاباف دياجونال شو العلاقه بتكون؟ بتكون الاي اصغر، اصغر من مين؟
احنا لا ثواني بالله بلاش اتاكد منها. الاي الابف هاي الدياجونال الابف الدياجونال الاي اصغر من الجي يس. اللي بلو الدياجونال هاي القاعده تبعتها هاي هون ثابته او خلينا نوصل لها ثابته ثابته عشان نكون على مستواها. هاي هون بيس بلو دياجونال تحت الدياجونال بلو يعني غير في الاف ستيتمنت. شو بتقول له هون؟ بتكون الاي اكبر من الجي. اذا بدك خلينا نحكي تاب تاب هون اي بيست هون. اذا بدك الريفرس دياجونال الريفرس دياجونال خليني بالله اعطيها تحيز زياده هون اللي هو شو قاعدته. قاعدته اي زائد الجي تساوي اللي هي اي ار ار دوت لينث تمام ناقص هاي دوت لينث هيك بتحكي ناقص واحد. هاي قاعدة. إذا بدك الـ above the reverse diagonal هاي نحطها هون معلش يعني كتبت لكم إياها عشان أنتوا تكون عندكم هاي اللي بدو إياها above فوق الـ reverse diagonal above الـ reverse diagonal تكون الـ I والـ J أقل من الـ ARR dot length ناقص واحد. الـ below diagonal هو هاي نحن كاتبينها هاي نحطها هون الـ below reverse diagonal below الريفرس دياجونال تكون الاي والجي مجموعهم اكبر من الاي ار ار نفس واحد. هاي راح تلزمكم على الاكيد يا شباب هاي الا تجيكم وراح تشوف الناس بتالف وبتعقد الامور وحالتها حاله. كل حلها بكل بساطه الشرط اللي جوا الاف ستيتمنت بس تتحكم فيه انهم متساويات اصغر من بعض اكبر من بعض مجموعهم يساوي اللينث ناقص واحد لا والله ما يسويش اكبر من المجموع عفوا مجموع اكبر من ماكسيمم لينث لها ولا اصغر منه. هذا هو كل حكمتها. غير هذول ست احتمالات ما في وراح تشوفوا على خير بس تتفرج راح تشوف الناس كيف بتعجب فيها. طب اخر مثل بدي اسويها والله معي دائما انت في الاري سواء كانت سيمتريك او غيرها هلا بنحكي هلا هذا بدي اشرحه مش بس للسيمتريك لكل الاريز. مرات باجي بطلب منك بقول لك اعطيني مجموع سطر معين مثلا بقول لك اعطيني مجموع السطر تبع الاندكس 2 هاي اندكس 2 اعطيني مجموعه يعني يكون مثلا عندك مثلا نفرض علامات طالب اي امتحان فيرست سكند مثلا مشاركه الفاينل المقصود نصين مثلا مشروع وامتحان اعطيني مجموعهم او مثلا عمود مثلا نحكي رواتب هدول او ضريبه وات ايفر اعطيني مجموعهم. ممكن اطلب منك مجموع سطر معين او مجموع عمود معين كيف بدي احلها هاي؟ طلع ضل معي منيح معلش استحملوني شوي صغيره فيها. هلا لو مثلا طلع كيف تصيغ لك اياها هاي هون بدي تعمل لي مثل طلع كيف تصيغها بالكلام بابليك ستاتيك بدي تعمل لي مثل تزودها انت برقم السطر وترجع لك للمين مجموعه عشان يطبع. فهي مش راح تكون void راح تكون انت. واحد بيقول لي ليش قررت انت انها انت ولا لانه كل الاري تبعتي من نوع انتجر فمجموع الانتجر الزمنيا شو راح يكون انتجر تمام. فهذا سميها مثلا سم رو وحسب تعبيره قلت لك راح تستقبل انت هاي الميثود راح تستقبل الاندكس للسطر اللي بدك تجمعه راح تستقبل الاندكس للسطر اللي بدك تجمعه. فبقول له واحد طيب بقول له بس قبل الاندكس انا بدك يقول لي قبل الاندكس بقول له بقول لي لازم استقبل الاري تبعتي عشان اقدر اعمل عليها اي حسابات لما اقدر تعرفها فين. راح احط هون انت ار اختصار لرقم السطر رو فسميته R. فهاي مثل تستقبل من المين قيمتين اللي هم الأري الأصلية ورقم السطر الاندكس تبع السطر اللي بدي أجمعه تجمعه وما بتطبعه إنما بترجع قيمة المجموع للمين يطبع. دائما الأفضل أخلي المثل تبعتي مش void أخليها ترجع value على أساس أقدر أعيد استخدامها. فبقول له طب يلا كيف بدي أجمع سطر؟ بقول له بكل بساطة هون بعرف دائما المجميع بحكي end sum قديش يساوي يا شباب صفر لوحة حلو. طب كيف تجمع سطر؟ يعني تعالوا قبل ما نبلش نكتب هاي مثلا تجمع العناصر بالاندكس 2 بالسطر رقم 2 طب شو احداثياتهم 2 0 2 1 2 2 2 3 الاي ثابت ايوه بس العمود فبالتالي بيلزمنيش لوبين بيلزمني كم لوب واحد اللي هو بس للي بتغير السطر دائما قيمته 2 او وات ايفر شو كان جايين اللي هو ار. طلع شو بسوي هون؟ راح اعمل لوب وحده تمشي على الاعمده لما بدك تجمع سطر السطر ثابت اللي بتغير الاعمده. فبتعمل هون اي انت حتى بدي اسميك سي مع انه المفروض اسميه اي بالعرف بس نسميه سي عشان تشوفوا معي من العمود الاول لحد
السي اقل من الاي ار ار اوف الاي اوف الرو الحالي. الذكي بيحكي لحد الرو الحالي توت لينث تمام. السي بلس بلس هذا اللوب بيمشي على أعمدة السطر الآر اللي أنت بدك تجمع خلايا كل واحد. طيب قال له هنا السم بلس يساوي الاي ار ار اوف الآر ثابتة. هنا شو بقول له مين اللي تغير عندي؟ الكولوم الآر راح تجيني من هون مثلا قيمتها 2 خلال الكود هذا ما في شيء عدل على قيمة الآر. فدائما اي ار ار هون راح يحط دائما ثابت 2. مين الأعر بتغير مع اللوب؟ العمود. فبصير يمشي مثلا السطر 2 مثلا بتكون في البدايه 0 السي ف 2 0 اللف الجاي بتصير 2 1 اللف اللي بعده 2 2 2 3 2 4 ممكن. هو ال 2 دائما ثابت اللي هو قيمه الار ثابت. مين اللي تغير؟ السي. اخر شيء شو بقول له هون ري ريتيرن شو بقول له اي ولا سي ولا ايش مين بده يرجعه؟ سم. فلو واحد بيقول طب يلا تعال اثبت لي تعال اثبتها تعال اثبت لك هاي المثل عشان اناديها هاي مش void هاي قيمتها يجب ان يتم استدعائها وتخزين القيمه اللي بترجع منها في variable او اطبعها في جمله مباشره. وقبل ما استدعيها لازم ازوده في الاري الاري اوريدي معرف عندي ولازم ازوده بمين كمان بالار اللي هو السطر اللي بدي اجمع محتوياته. فبقول له واحد طيب يعني عشان تشوفوا معي هون بدي اعرف اول شيء رساله توضيحيه للمستخدم يفهم بس بقول له انا انتر ذا رو اندكس يو وونت تو سم يعني دخل لي رقم الاندكس للسطر بدك تجمعه. في حد عنده سؤال؟ طيب هاي انت ار او اي اسم بدك اياه بس انا بفضل اوحد الاسماء على اساس نضلنا على الفهم. وانا بقول له الار بديش قيمتها ثابته بدي تاخذ لي اياها من الكيبورد من خلال انبوت الاندكس دائما نوعه انتجر انبوت دوت نيكست انتجر نيكست هاي اي عشان الريبا نكست انتجر هاي بيدخل اليوزر رقم السطر بده اياه. فهلا اوريدي الاري معرفه السطر اللي بدي اجمع محتوياته هي صار اسمه ار معرف لي. هلا ما علي الا اكتب سيستم دوت ار دوت برنت لاين مثلا من ناحيه جماليه السطر اللي انت بدك اياني اجمعه. مثلا احنا حكينا ار الاندكس اندكس اكتب مثلا هنا ار سم الاندكس المعين سم تساوي خلص واضحه لكم هي. وهنا بقول له سم رو اوريدي استقبل الاري وهاي. فكل واحد حلو هاي قبل ما نعمل رن قلنا السطر مثلا دبلش كتجربه ولا سطر رقم 2 سطر رقم 2 قديش مجموعه 300 600 1000 1500 مجموعه تعال نشوفها. يجي هون بحسب لي 1500 لسطر 2 ولا لا هي الستة. قلت له هلا طبعا لاحظ اللي هي اخر واحد عملناها الريفرس هي نشوف هلا هون احنا وانا قلت له الاندكس 2 يعني فعليا السطر الثالث انتر قديش عندي مجموعه 1500. طب السطر الاول اللي هو صفر يعني الصفر اللي هم 1 و2 و5 بيطلع كم 15 ايش اعطاني 15. هلا المبرمج الذكي ما بيعيش بالعالم المثالي حقول لي ولا يعني كودك صح والله كودي صح 100% لاني انا فكر حالي عايش في العالم المثالي. واحد بيقول لي ليش طلع لو عملت اف 6 قلت له بدي الاندكس رقم 100 شو اعطاني اعطاني ايرور انه شو سويت انت طلعت برا الاري لانه الاري اقصى بعد لها قديش 5 4 4 انت قلت له روح على السطر 100 فيش سطر 100 اقصى اندكس للاسطر هو 4. فالذكي عشان الذكي هذا اللي لازم اعمل كمان الذكي عشان يحل هاي المشكله بكتب اف ستيتمنت قبل الفورمولا اذا كانت الار اللي اعطيتني اياها ضمن الرينج المسموح منو الرينج المسموح انه اكبر او تساوي صفر and وين راحت الان الان الار هو الاري طول اللي هي arr عفوا arr dot length لانه هذا عدد الاسطر. اذا كانت هون هاي بحط بجن لهاي وهي هون عند هاي انتون اذا كان الاندكس اللي اعطيتني اياه ضمن النطاق تبع عدد الاسطر اجمع اذا ما كان ضمن النطاق ما راح يدخل على الفور لوب راح يضل المجموعه بايش صفر. طلعنا لما اعمل في 6 لو قلت له السطر رقم 1 اعطاني 15 لانه ضمن النطاق هلا من صفر عفوا 150 اللي هو السطر رقم 1 هو 10 20 30 40 50 هلا اذا طلعت عن النطاق مثلا واحد من كيف طلعت عن النطاق قلت له سطر 10 سوري برجع اعمل مره ثانيه هي سطر 10 شو قال لي مجموع سطر 10 صفر لانه ما في عندي سطر 10
أو تقدر تحط له رسالة توضيحية إنه ما في عندي هلأ. بتعملها بتعملها إلس صح؟ yes. أو مثلا واحد عايز يدخل قيمة سالبة قال لي روح على السطر سالب واحد، هل في سطر سالب واحد؟ لا ما في. طيب هلأ هيك أنا تقريبا شرحت لكم كل شيء موجود على تو دايمنشنال أري. راح أطلب منكم هوم وورك، وأشمل فيه مطلوب إنه بدل ما تجمع سطر بدي تجمع مين؟ عمود. هلا راح اطلب معاكم على الريفرس دياجونال، وهذا راح اطلبه منكم ان شاء الله، راح اطلب لكم شغله زي هاي. طب لو بدي اجمع عمود شو اللي تغير؟ مين الثابت ومين متغير؟ بالسطر ثبتنا اللي هي الاي اللي هي رقم السطر، هو ثبت وصار يتغير معاه عدد الاعمده عشان اجمع سطر. طب بالعمود نثبت شيء، العمود ثابت مثلا بدي اجمع العمود 3، دائما رقم العمود ثابت، مين اللي بتغير عشان امشي بخلايا العمود هذا؟ الاي. طيب يعني نفس الفكره تبعتنا، بس هون ثبتت الرو، هناك مين راح اثبت؟ الكولوم. الهوم ورك ان شاء الله منكم بحط لكم اياه الليله، مش هلا مباشره بعد المحاضره، الليله ان شاء الله بحاول ارفع لكم اياه. طب بس بدنا الملف تبع المحاضره هاي دكتور. حاضر ارفع لكم اياه ان شاء الله. حاضر شكرا لكم. الله يسلمك. انا سوري يعني اخرتكم، معلش يعني استحملونا على اساس انه الشعب الثاني كمان يعني مش واخذوا التو دايمنشنال اري اوريدي، انتوا عطلتوا الثلاثه، فبحاول امشي الشعبتين مع بعض. فهي خلينا اول شيء اوقف التسجيل، هي وقفنا تمام.